وزارة الصحة والسكان حذرت من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الغالبية العظمى منها مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. الوزارة قالت أن التفتيش الصيدلي بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة رصد وجود صفحات بتستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة، وكمان بيتم شراء الأدوية اللي لم يتم استعمالها، وما يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية. وأضافت أن المنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هي الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلي وعبر روشتة أو وصفة طبية من طبيب مختص لعلاج الحالة.